لهون وبكفي. المحامي قدير أيضاً أكيد بتعرفي مين بيكون، هو توكل بالقضية، وبعدين كان لازم يخبركن بالتغيير اللي صار، ولهالسبب ماني وحيدة وفي عندي سند. شكراً لأنك عذبتي حالك وإجيتي. بس نحن ما حدا خبرنا باللي صار. منيح ما حدا خبركم، لأنه حضرتك ما رح تقدري تساعديني بهذا الكلام اللي كله إهانات. اسمك جولبري؟ وأنا آيتان مديرة مصرف. تشرفت فيكي. عندي بنت ربيتها لوحدي وهي صارت مثلي مديرة مصرف. الله يحميها. أولادي صغار ورح يكملوا دراستهم. درست وصارت مديرة مصرف وللأسف ما كانت تعقل. كنت دايماً حاول صلح كل الأغلاط تبعها وتحمل العواقب بس منشان أحميها، وكنت كل ما عملت هالشي كون فخورة ومبسوطة كتير. ما قدرت حس بالحقد يلي عامي قلبها، ولهيك مع الأيام صارت تغلط أكتر وأكتر. وبالنهاية سرقت كل الحسابات يلي أنا بديرها وجابوني لهون. لا مو معقول. أنا محتارة إذا بعطيهم اسمها أو بعترف وبحميها. موقف ما بنحسد عليه أبدا، مثلك بالضبط. طول الليل ما عم بقدر نام وخايفة. سمعتك، انتي مثلي دخلتي عالسجن مشان تحمي ابنك. ايه مزبوط، انا ما بدي ضيع مستقبل ابني. وانا ساويت هيك، بس مبارح عرفت اني غلطانة لانه ما خليتها تدفع تمن كل الاغلاط يلي عملتها، وما عرفت شو رح تكون النتيجة، ولهالسبب صارت كل يوم عم تغلط وما تهتم لأي شيء. إذا جرحتي إيدك بسكين بيكون الحق على السكين أو على الإيد يلي ماسكتها. فكري على مهلك. آيتن أداكلي، دورك بالتحقيق. بعرف ما دخلني، بس مثل ما عرفت انه ابنك لساته شاب، لهيك نصيحة فكري منيح قبل ما يفوت الأوان وتوصلي للي وصلت له. قال لي الباب بفوت. جمال اطلعي برا البيت. ما علي عم صدق. أهلين حبيبي، تعا اقعد معنا. مرحبا يا صبايا. سيرة حضري كاسة شاي لقدير لو سمحتي. ما بدي ضايقكم، يسلموا. شو هالحكي؟ معقول نتضايق منك يا قدير؟ قدير طلقني من هذا الزلمة، ما عاد اتحمل أكتر من هيك. شو هالحكي هاد؟ شو هالقصة؟ خبريني شو عامل زوجك؟ غلطان بشي معك؟ حط لي حد لمصروفي الشهري،
قال شو 50,000؟ تخيل، شو مفكرني صغيرة طايشة وما بفهم؟ كنت عم اشتري ثياب من محله وقالوا لي خلص رصيدك، حطني بموقف بخجل. هالموضوع كبير ما بقدر عليه، عن اذنكن خدوا راحتكن انتو. عن اذنكن صبايا شوي وبجي. اي بكي، هل كندرة موديل هالسنة؟ لا حياتي، انا اشتريتها بالتنزيلات، تخيل السفالة. سيرة طلعي شوفي اذا الضيوف محتاجين شي. حاضر مدام. ليش ما جاوبت المرة؟ مو عيب هالشي؟ والله لأنه ماني شايف مشكلة. أنت ما بتشوف مشكلة بأي شي؟ مو كل شي عادي عندك، حتى عادي وقت أنا بسألك إنه ما تجاوبني. أرتميس وين؟ رح تضل المسا برا، وأنت اللي عطيتها الإذن. نسيان؟ طبيعي، إيه مشغول أنت هالأيام. ايه مع الأسف. هاي القضية لأي شركة هالمرة؟ إذا في عندك سؤال قولي بصراحة. وإذا ما رح تجاوبني شو رح استفاد؟ ستي، جيت مشان قلك إنه في عندي شغل ورح أتأخر لأرجع. أنا رايح وأنتوا كملوا أحاديثكم المهمة بلاقي، ماشي؟ المدام أيبيكي وقعت ويمكن نزل ضغطة. لا، جيبي كحول فورا، يلا روح. ماشي. شربوها عيران بتصحصح. انتبه منيح، ما بدي سرعة، ماشي؟ هون غير خان تاشكين، ومشان هيك انتبه، إذا مسكوك بصادروا السيارة. لا تعقل هم جدي. ماشي. وقف يا دب، لوين؟ جبتك فاضية. خود اصرف وتكرم. يسلموا ايديك، الله يخليك فوق راسنا يا جدي. ليك الملعون صار زلمي قد حاله بيعرف كيف عم يمسح جوخ لجده. ماشي يلا روح. يا بطل الأبطال. هو وماشي عبى الشارع غبرة. تعرفي أنا متأكدة راح يشوف ابن الشعر الأحمر. إيه شو ناقصه؟ هو صار رجال. خليه ينبسط شوي، بس بالأخير رح ياخد البنت يلي رح أخدر له إياها، لأنه ما بيرفض لي طلب وبيجيب لي إياها كني. إن شاء الله إن شاء الله. أهوتي ما في أطيب منها. مو جايبتي لآيتن؟ آيتن طلعت براءة، بنتها اللي عملت هيك، هي طلع ما دخلها بالقصة. في كتير أولاد بيبيعوا أهلهم مشان المصاري. صحة وعافية. Thank you.
يا جماعة أنا بحب أعرفكم حسن. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. قلت لكم رح يجي منتقل عن جديد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. هاي. هلا والله. اجيت بالسيارة شفتك. انت معك رخصة؟ والله انا بسوق من فترة طويلة. اللي بيعطي رخصة السواقة هو بقى بيجي بيتعلم السواقة مني. واو قوية. بأي مدرسة عم تدرس؟ نحن جداد بهالمدينة، بعرف كم مدرسة مو أكتر. بقى لنشوف. بس عندي سؤال صغير، لهجتك غريبة شوي، ليش هيك؟ من وين أنت؟ خان تاشكين، وكنيتي تاشكين. والبابا من هنيك؟ ولهيك في عندك لكنة لكان. ايه لأني ما بتمايع بالحكي. خلص بقى سكروا على السيرة، اطلع على المنيو واطلب شي تشربه. يا شيف. تفضل. جيب لي مثل ما عم يشرب، وجدد كل الطلبات كمان على حسابي. يا سلام يا عيني، شي حلو كتير مني. تكرم. ضفت لهم بصل؟ ايه وكترت لك. يسلمون. يسلموا معلم جواد. والباقي خلي إلك. شكرا إلك، صحة وعافية. جوعانين شي؟ لا صحتين. أكلنا وإجينا. هاتوا لشوف شو الأخبار. يلا عدوا. يلا. مفاجأة، شافوا بصمتين على الكيس، والبصمتين مانوا للمدام جولبري. ايه وفي وحدة لأجدر. والتاني حسن. أنا سألت عنهم، ما عندهم أي سوابق قديمة. ما فينا نوصل للبصمات إلا عن طريق جواز السفر. طيب هلأ نحن خلونا نركز على جولبري. عرفتوا الموزع مو؟ رح يعترف إنه مؤامرة وإنه باع البضاعة لأجدر، وبعدين حاولوا يورطوا جولبري تشيتين. معيب أخي، نفذنا العملية مع النائب وخليناهن يمسكوا الموزع. رح يشهد بالمحكمة؟ ايه طبعاً أكيد. ضل في عنا مشكلة، واللي هي تسجيلات كاميرات المراقبة اللي قدام البناية تبعهم لما حسن أخذ البضاعة منه. ما رح نحطها بالملف. كيف يعني؟ بس نحن ما فينا نبرأ، لازم نخلي المحكمة تشوف التسجيلات. المهم إنه ما تضل بالسجن، وبعدها منفكر بالباقي. يعني أنا ما بدي إياها تتعذب أكتر وتخسر أولادها ويضلوا عن جدهم يعقوب. نحن منحلها أخي. يعني أنت بدك إنه نخبي دليل كتير مهم بالقضية مو هيك؟ مزبوط؟ اسمع، نحن بس رح نحاول نحمي ولد عمره 17 سنة وما ندمر مستقبله، فهمت علي هلأ؟ هو سمع كلام عمه بدون ما يعرف شو هي العواقب. بدنا نطالعه من هالقصة هي. وهي رغبة أمه كمان. معناها لا تواخذني بهالحالة، أنا بنسحب من هيك قضية. ماشي؟ شو بو هاد؟ يا ولد شو عم تعمل؟ أرمان تعال. أرمان شو صار لك؟ واقف شوي، ليش هالتخبيص كله؟ فهمني شو المشكلة إذا خبينا الدليل عنهم؟ يعني مفكر حالك أصدق واحد بالعالم كله؟ والله هذا الشيء الواضح يا أخي. حاول تفهم وجهة نظري بالأول، وحاول تفهم موقف أمه. لك هذا بيضل ابنه شبك أرمان. أنا عم اشتغل معك لأنك إنسان شريف، وطول عمري بعتبرك مثلي الأعلى. عم تفهمني؟ على عيني أنا ما تغيرت. حسن لساته ولد معصب من أمه وارتكب غلط، ما بيعرف عواقبه أبدا. هو ما قتل ونحن عم نغطي عنه. إذا عطيناهن الأدلة وحطيناه بالسجن شو منستفاد؟ أمه ما رح تسمح بهذا الشيء أبدا، رح تحمل القضية عنه وتخرب حياته كلها. أنت فكر شوي بالقصة، بس فكر بضمير شوي. لك هيك منظلمه. يصير يلي بده يصير، لازم ينال المجرم عقابه. وأنا كنت مفكر مثلك وقت كنت شاب بعمرك، بس الحياة ما بترحم. اسمعني، رح خبرك شغلة صغيرة. أخونا باركين لما كان ولد صغير، وقتها كان عمره أقل من 20 سنة، ومن الفقر
هو راح على محل وسرق منه. سرق كم شغلة مشان يأكل، مو أكتر من هيك. تعرف أنا شو ساويت وقتها؟ مثلك الأعلى والصادق. وقتها رحت وبلغت الشرطة عن أخي، قلت خليه يتعاقب ويتربى. سجنوه حوالي سنة، ترك المدرسة وطلع شخص ما بعرفه، انهزامي وبدون أمل. من ورا شغلة ما بتسوى شيء، هو خسر عمره وضاع مستقبله كله. حادثة بسيطة، حتى صاحب المحل سامحوا عليها، رحت ضخمتها بسبب آرائي المتعصبة عن الصدق، وبعدها ما رجع مثل الأول بنوب. أنا ما بدي يكون السبب إنه نضيع مستقبل هذا الشاب، وأنت كمان أخي. هلأ روح وطلع هاي التسجيلات من الملف. قدرتوا تحلوا الخلاف؟ قولي لي لوين رح يروح؟ لعنده؟ هو عم يقول هالشي لأنه مقتنع فيه ولا بسبب ضعفه تجاه جولبري؟ بصراحة ما عاد فهمان شي بالمرة أنا. إيه بس هو عم بيحاول يساعد إما بدها تخسر ابنها، مفهوم؟ إذا ما بدك تعمل هيك أنا بهتم بالقصة لوحدي وإنت اسحب إيدك منه. آه والله؟ والله. مساء الخير. مساء النور. جبت لك أكل. أنت أكلتي شيء؟ لا ما أكلتي. وليكو الدليل؟ بتسمحي لي؟ إيه طبعا تفضل. بدي الكرسي. قدير أنا لا تعترضي، جبتهم من محل بعيد. لبن. وهي سندويش. صحتين وهنا. على قلبك. يا ريت أكلت بالبيت مع عيلتك. أرتميس برات البيت وشي ما بالأحواء. ولا شي أنسي، حبيت ناكل سوا. يلا يلا كليها فورا. بيموت الشاب؟ بدوش؟ لا يموت، لا لا يموت يا بدوش. شو يموت؟ آه ما بيموت. شكرا بنتي، تسلم ايديكي. بدوني اوصو؟ طلعي فيه. انت كتير حلوة بدوش، بس فردي لي شعراتك شوي أحلى. كأنه هاد صوت جان رايح أشوفه. أنا بشوفه حبيبتي. عادي. لا ماما خليكي عم تتفرجي، أنا بروح لعنده. صحيح نسيت لك، أجدر هو اللي طلع ورا القصة كلها، والواضح انه يعقوب ما بيعرف شي بنوب. شو يعني؟ قول بري وثقي فيني، بعرف شو حاسة بالضبط. ما رح يصير شي على حسن،
بس على أجدر ما بوعدك أبدا. أنا عرفت القصة. قول باري عم تحمي ابنها. هاي المعلومة كتير مهمة أرمان، شكرا لك. مكتر لك بصل وحد شي؟ هيك بحبها، يسلموا ايديك. قدير انت متضايق من شي؟ يا لطيف، ما حدا حس فيني من فترة طويلة او اهتم بمشاعري حتى، مع انك بهالحالة. عم اسمعك احكي. ايه طبعا بحكي، بس مو هلأ، بركي بغير وقت. بسمعك بأي وقت. مو قلت لي من قبل إني إنسان كتير غالي على قلبك؟ أنت غالي على قلبي كمان، مو بس لأنك المحامي تبعي، أنت صرت أعز رفيق عندي. ليش ما كنا رفقات؟ شبك عم بمزح معك. برأيي منقدر إنه ما نخلي لقاءاتنا على الصدفة وبس. أنت بتعطيني رقمك مثلاً وأنا بتصل فيك وقت بدي، وهيك بتخلص من خوفك إني عم لاحقك. أرتميس، أنت بنت سادة كتير، بتحكي اللي بمخك. حلو، بس أنت عم تعرفي وين تلاقيني، وبتحبي تلحقيني كمان. وين الحساب؟ أنا طلبته من شي ساعة تقريبا. يا أخي استعجلوا شوي. بس الحساب اندفع أستاذ، لأنه الأستاذ راح لعند المحاسب ودفع لنا الحساب. يسلم يسلم يسلم. شكرا يا أخي، شكرا. شكرا لك، بس المرة الجاية رح تكون على حسابي، ومنه بتكون ترحيبة فيك بيننا. يعني شو في داعي تعمل هالحركات؟ بالأول بتضيفهم وبعدين بتدفع لهم حساب الطاولة، بعدين كلهم معهم مصاري. شو في داعي لهالحركات البلا طعمة؟ مو من عادتي خلي بنت تدفع وأنا قاعد. وأنت أكيد ما رح دفعك. النماش يلا. يلا باي، شوفك بكرة. تفضل استاذ. يلا اركبي. بهي؟ مستحيل. شو ما عجبتك؟ والله ما بركب مع حدا ما معه رخصة سواقة، ماني مستغنية عن روحي. عندك مبادئ أكتر ما عندك نمش بوشك، مع أنه الجو مطر، بس على راحتك. بدي أسألك سؤال، بس تخلص القصة وترجع على بيتك ويرجعوا لك أولادك. الله يسمع منك. بيرجعوا بيرجعوا، شو رح تساوي؟ بدك تتصرفي طبيعي مو؟ لا أبدا، هو إذا ما أخذ درس رح يغلط مرة تانية.
صدقني هاي المرة رح عاقبه ورح كون قاسية معه. إذا بدك ممكن أعطيك عقوبة تكون مناسبة. أنت واحد مجنون على فكرة، البيت ماله بعيد وأنا بدي أمشي، لا تضل لاحقني هيك، يلا روح من هون بقى. ما بصير، الشاب بيوصل البنت على البيت وبيستناها لحتى تفوت لجوا. أبوك هو يلي علمك هالشي بخان تاشكين؟ يلا بدنا نوصل. وصلنا، تصبح على خير. قدير شكرا لك، كنت كتير بحاجة اني احكي وفضفض لحدا. بفهم شعورك. شكرا كتير لك. يلا شوفك بالمرافعه، تماسك يا ضالل كم ساعه وبس. تصبحي على خير. تلاقي الخير. شكرا لك، يعطيك العافية، تصبحي على خير. وانت بخير استاذ قدير. ما جبت لك شي معي، آسف. صحة، كأني أكلت. يلا سلام. خير إن شاء الله يعقوب. أنت ما بتحط من هالعطر غير بالأعراس والمناسبات. هذا اليوم هو يوم سعدي، رح تنحكم جول بري بالسجن، هيك خبرني المحامي. رح يحكمها القاضي 15 سنة بالقليلة. إن شاء الله ندرن علي لأذبح 40 خروف ووزعن على المحتاجين. بس لتنحبس بالأول، وعد لخليها تعفن بالحبس. عمهلة، ليه عم تبكي جان؟ بسببك. وأنا شو سويت لك؟ شو صار؟ الشرطة أخذت الشاهد والملف صار جاهز. كتير منيح. وينه أرمان؟ هلأ عم بيتابع قضية تانية، ما قدر يجي. خلينا نفوت. جابوا جولبري. منيح اشتريتي الثياب، برافو، شكرا لك. العفو. أنا محامية قدير، أنت منيحة؟ يعني لا بقلك. امشي، خلينا نحل القصة ونطالعك من هون. يلا شكرا. تفضل محامينا. أنا بالمحكمة يعقوب بيك، هلأ فوتوا جولبري على القاعة، بلشت المرافعة. تمام. طيب كيف اتصلت وانت هلأ بالمرافعة؟ نحن ما فينا نفوت لأنه نحن ما لنا طرف بهي القضية، يعني بس يخلصوا بعرف كل شيء وخبرك. ايه ماشي، اسمعني، شرحت للكل شو المطلوب، ما ليقوموا هالجحاش يغلطوا لهم شي غلطة. لا تخاف يعقوب بيك، هن ما نذكرت أسماءهم بتحقيق امبارح أبدا، قريت الإفادة
واضح انه جولبري رح تقبل التهمة. ماشي حلو. ليك ناطر منك خبر، بدي اسمع منك اخبار حلوة. بتهمة الاشتباه بمتاجرة المخدرات قررنا اعتقالك. المشتبه فيها جولبري تشيتين. بملف التحقيق رقم 170/2018 تم اعتقالك بتهمة حيازة المخدرات أو بيع كمان، وتحقق معك على هذا الأساس. في شي حابة تقولي لنا يا بخصوص التهم؟ سيدي القاضي، ممكن أحكي عنه لو سمحت؟ تفضل. حضرتك سمعت إفادة المشتبه فيه، هو اعترف بالتحقيق مبارح أنه باع المخدرات لأجدر تاشكين شخصياً. اعترافه موجود بملف الأدلة، بتقدر تشوفه. بالإضافة أنه كيس المخدرات وقت رفعوا البصمات عنه ما كان عليه أي بصمات لموكلتي جولبري تشيتين، وكمان بالفحص يلي عملوه للموبايل تبعه هن ما شافوا أي مكالمات مشبوهة أو غير قانونية. وفوق كل هاد موكلتي حسابها المصرفي تقريباً فاضي، وحتى إذا بتطلع بهالملف بتتأكد أنه ما في أي حركة غريبة أو دفعات ضخمة بحساب المصرفي من حوالي سنة تقريبا. وبالإضافة أثناء التفتيش اللي صار ببيتها ما شافوا مصاري أو بضاعة بنوب، وضفنا هذا الكلام على ملف الأدلة اللي قدامك. سيدي القاضي، بضوء الأدلة اللي قدمناها نحن منطالب المحكمة بإطلاق سراح موكلتي جولبري تشيتين. المشتبه بها جولبري تشيتين المتهمة بحيازة المخدرات قدمت لمحكمتنا لكي يتم اعتقالها لدينا، لكن بناء على الأدلة الموجودة والإثباتات التي أجريت في المحاكمة ودفاع المحامي وبعد تقييم الملف بالكامل، وجدنا عددا كبيرا من الأدلة المادية مثل البصمات وأيضا بأخذ اعتقالها الاحترازي بعين الاعتبار، النيابة العامة في صاريار قررت رفض طلب الاعتقال، وإن لم تكن محكومة بجريمة أخرى قررت النيابة إطلاق سراحها حالاً بشرط الخضوع للمراقبة القضائية. شكراً سيدي القاضي. شكراً لك. انتهت الجلسة. تفضل. تفضل حضرة المحامي. شكراً. الله يوفقك، هاي تاني مرة بتنقذني. شكرا لك. ومشان أجدر قلت رح يعتقلوه، بس القاضي ما حكى شي. النائب رح يطالع أمر لا يعتقلوه، لا تاكلي هم، رح يحبسوه. هيك العدالة رح تاخد مجراه. أنا رايحة أجيب الأولاد. بدك نروح سوا؟ لا ما في داعي تروح، مشان ما تصير مشكلة. ماشي مثل ما بدك، خبريني بس يصيروا الأولاد معك. طبعا. شكرا مرة تانية، عذبتك معي، ويسلموا على التياب. العفو. بالإذن. خلاص شكرا، روح.
أنا ما رح خليك تخبره. أنت شو يلي عم تعمله؟ رح تتصل بيعقوب ما؟ وهو رح يطلع أجدر برات البلد مثل ما ساو مع ابنه الكبير. لا تحلم، العدالة رح تاخد مجراها. قدير شو جنيت بلا ولدني؟ هات الموبايل من إيدك لشوف. لا تحلم بنوب. خليك إنسان لمرة وترك العدالة تأخذ مجراها. قدير أنت ما دخلك، هات عطيني الموبايل. قدير ليك بشتكي عليك للنقابة. ايه روح اشتكي. وين جولبري راحت؟ راحت. في خبر مو منيح من شان أمر الاعتقال. معقول؟ لا تقوليها. قدير حسن، هذا التليفون معطل ولا شو؟ تعال شف لي اياه. لك صار له ساعة مارن. ورجيني جدي. بابا الحقني بابا. شوفي أبي إجت جولبري وما في بإيدها لا كلبشة ولا شي. شو هالحكي؟ مستحيل. ماما إجت ماما. امسك الولد. تع 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 لهم. وقف. شو القصة؟ ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ أثبتت براءتي للمرة الثانية، حرضت ابني حسن ضدي، وإذا أنا هلأ ساكتة فبس مشان الأولاد. رح خليكن تدفعوا ثمن اللي عملتوه فيني واحد ورا الثاني. شو قلتي؟ أحكي بدون تلميح. عمي، عمي شرطة بالبيت. شرطة شو؟ مرحبا، أجدر تاشكين موجود؟ ايه أنا. عنا أمر باعتقاله، فيكن تاخدوه. حضرة المفتش، شو عمل ابني؟ يا ريت تخبرني. مين حسن تاشكين؟ أنا. وأنت كمان، في أمر باعتقالك، جيبوه. حسن؟ ليش رح تاخدوه؟ أجدر اللي عمل هيك مو حسن. طولوا بالكم لنتفاهم. لا تاخدوا حسن. قلت لي في أخبار كتير مهمة أرمان، أكيد متعلقة بجولبري. أنا جاي لأحكي معك من شانها. سامعتك. شي مالكي، أنت بتعرفي أني بحب أخي قدير وعم اشتغل معه من سنين، ولا مرة فكرت أني خونه ماشي. بس هو عم يغلط. هلأ بالأول حسيتك عم تبالغي شوي، بس طلع معك حق. صح، أخي قدير هو ضعيف كتير قدام هي المرة. تخيلي هو طلب مني لك شي ما بيتصدق، يعني لحد هلأ مو قدران صدق انه اخي قدير ممكن يطلب هيك شي بحياته. اللي شو طلب منك ارمان؟ حضرته طلب مني انه اخفي الادلة.
عشان الشرطة ما تعتقل ابنه لجولبري. بدي سلم دليل للنائب بخص قضية جولبري تشيتين. لا تخاف يا بطل، عمك معك. حسن رجعان بعد يا مدام ولد، وإلا أنا رح أعتقلك. ليش هيك عم بصير؟ كنتوا رح تعتقلوا أجدر، هو ما دخله. تركيني حسن ابني. حضرة المفتش، استنى بس لنخبر المحامي. ما بصير تاخدون بالطريقة هاي، يعني ما رح يهربوا. حاكي المحامي وخلي يجي. يعقوب وقفوا، رجعي يعقوب ابن حسن. حسن لا تخليهم، لا تخليهم بابا. تركوا تركوا، أكيد صاير شي غلط. ابني أنا رح طالعك، بوعدك. أنت لا تخاف، أنا ما حكيت أي شي، أنا بس حاولت أني أحميك. انت احميني من حالك وبس، غير هيك ما بدي. ابني رح طالعك، وعد رح طالعك لو كلفني هذا الشي روحي.